على الجانب الاخر الزمالك هناك تقارير تشير الى بدايه نصر ماهر ببدايه اللقاء، والكابتن او جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لم يضع يده على التشكيله المناسبه لنادي الزمالك حتى في المباراه الاخيره بعد الخساره حتى من الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. يعني نصر ماهر طبعا من اللعيبه اللي بتجيب بشكل كويس، وده واضح في اللقاءين الاخرين لما نزل لما كان موجود، لعيب مختلف، لعيب دريبل بشكل كويس. نادي الزمالك قدم مباراه، انا شايف ان قدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، ولكن كان يعيب نادي الزمالك، ودي ممكن مع الوقت الراجل هيبدا يشوف الافضل بالنسبه له، ان هو لعب بلعيبه كتير في نص الملعب بتجيد الاستحواذ، ولكن دفاعيا عنده مشكله. الحاجه الثانيه والاهم ان الاستحواذ ليه ترجمه، ترجمه الاهداف، ده مش موجود بالنسبه لنادي الزمالك. يعني انت بتتكلم على عبد الله السعيد، بتتكلم على اوباما جنب دونجا، انا شايف ان في مشكله هنا، مشكله ان انت محتاج لاعب لما نزل نصر ماهر هو اللي عنده التحولات، انما لا اوباما ولا عبد الله السعيد عندهم التحولات، يعني عندهم السرعات اللي بنقل الهجمه ان انا اقدر اوصل في اسرع وقت ممكن لمرمى الخصم، ده ما كانش موجود لا من عبد الله السعيد ولا من اوباما، فعشان كده كان دايما نص الملعب نادي الزمالك بيتعطل، كان بيعتمد على مصطفى شلبي وخروج زيزو اثر بشكل كبير، ولكن انا كنت شايف اني لو في اتنين ديفندرات موجودين، واحد 8 بيجيد اللي هو البوكس تو بوكس ده مع دونجا، والتاني بياخد الحريه، مفيش اللي هو بوكس تو بوكس ده في الزمالك مش موجود قوي، يعني مش موجود، ممكن تلعب سته وتدي دونجا شويه في الحته دي، وتخلي بقى عبد الله السعيد، تخلي ناصر ماهر يلعب بحريه شويه، انما الاثنين بتلعب بتمانيتين، يعني واحد سته واثنين تمانيتين، انا شايف ان ده يعطل. التغيير اللي حصلت في ماتش الزمالك زيزو، انا كنت شايف ان نيمار كان افضل يا كابتن سامي، يعني نيمار عنده سرعات ما كانش في الاحتياطي، ما هي دي المشكله بقى ان انا اتكلمت فيها يا كابتن احمد، ان نيمار ما كانش في الاحتياطي، ما هو ده اللي كان حاطط احمد حمدي، وكان حاطط ناصر ماهر، وحاطط روعه طبعا كان موجود، واثنين مساكين محمود علاء وبتتكلم على سناري، وحاطط اثنين فراوده سامسونج كان موجود والجزيري، فما كانش حاطط نيمار، فهي دي كانت المشكله، ان انت نيمار فين في الماتشات دي؟ نعم يعني عشان كده لما خد انذار مصطفى ما خد مصطفى شلبي، هو الراجل طول عليه قوي، ولما اتصاب زيزو راح منزل مين؟ شيكابالا، فاصبح عندك حته في الجبهه الشمال ده كان فيها مشكله كبيره، ودي خلي بالك من ضمن الحاجات، لان انت في وقت من الاوقات بتبقى محتاج اللعيب اللي عنده التحولات. صحيح، عبد الله لعيب كبير ولكن كنترول في الملعب، يعني عبد الله ممكن في وقت من الاوقات يعطل لك لعب، فانت محتاج الناس اللي عندها التحولات دي لو انت هتلعب باثنين. طب السؤال قبل ما نروح الفاصل، عبد الله افضل انه يلعب في 4 2 3 1 في الثلاثه اللي تحت راس الحربه، ولا ارتكاز مساند؟ لا ارتكاز مساند، لا طبعا في الثلاثه اللي تحت راس الحربه اكيد يلعب افضل، يلعب معدلات جري اقل. نعم معدلات الجري هتكون اقل، معدلات جري هتكون اقل، استلامه كمان، لان عبد الله زكي بيعرف يستلم على الاطراف بشكل كويس، او بيستلم خلف الخطوط بشكل كويس، انما لما بيلعب تاني في نص الملعب، انا عشان كده حتى كوره عبد الله ما كانتش موجوده في الماتش اللي فات. صحيح، مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا.